صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم 6 إلى الفقرة جيم من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل جاء فيه المادة الأولى. يضاف بند جديد برقم 6 إلى الفقرة جيم من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل نصه الآتي. سادسا، سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 التي تسجل لدى الوزارة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها الوزير، ويكون السداد لمدة 3 أشهر اعتبارا من شهر يونيو 2021 وبحد أقصى مقداره 100% من الأجر المؤمن بموجبه عن شهر يونيو 2021 و 50% عن الشهرين التاليين له مع مراعاة الفقرة ها من هذه المادة.